بقى نروح للجنه المراه اللي طول عمرها الحقيقه نشيطه جدا في النادي الاهلي، لجنه المراه برئاسه السيده انهار انديل وبالتعاون مع اللجنه العليا للجان برئاسه الاستاذ وليد مبروك وتحت اشراف الاداره التنفيذيه للنادي، نظمت احتفاليه شهر المراه بعنوان ايقونه النجاح اهلاويه. طبعا الفعاليات دي كانت بمشاركه العديد من الشخصيات النسائيه المعروفه واقيمت بفرع النادي بمدينه نصر، وهنتابع مع حضراتكم جزء من فعالياته. اتفضل. وجود المرأة في جميع الميادين وفي جميع المجالات رياضية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بيحفزنا وبيبين لنا أن في عندنا كوكبة مميزة. ضيوفنا اليوم هم وردة من كل بستان، البستان هو المجال اللي هي نجحت فيه، فبنحاول ان احنا نقول ان السيده الاهلاويه المصريه فيها نجاحات. حبينا نعمله يوم ترفيهي الاسره كلها تكون مبسوطه بيه طبعا، وعملنا الجانب الثقافي لتكريم السيدات وكل واحده فيهم تقول هي كانت حابه ايه وعملت ده ازاي وايه العواقب اللي قابلتها في حياتها وقررت ان هي تعدي العواقب دي ازاي ومشيت ازاي عشان تكون نموذج مثالي لكل السيدات اللي موجودين. قررنا نعمل شويه ايقونه النجاح اهلاويه، كل ما هو مرتبط بالنجاح اهلاوي، دعونا بعض الشخصيات العامه، عملنا لهم دعوات عشان يتكرموا النهارده، ظبطنا ان يكون في فقره فنيه ان شاء الله تعجب الناس كلها، في بعض الضيوف الشرف زي هالة رشدي عاملين ناس كتير قوي ان شاء الله النهارده تبسطوا الناس، بنقول للعضوات كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت اجمل ست في الدنيا، كل ست اهلاويه هي ايقونه النجاح. يوم زي ده النهارده بيمثل ليا طبعا فعاليه نشطة داخل المؤسسة الرياضية النادي الأهلي أحد القلاع الرياضة، ولكن لما نلاقي ندوة ثقافية عن دور المرأة في المجتمع وأنها أيقونة النجاح، ده تكريم ليها في دورها على شتى المناحي. وجود السادة الفضليات من الحضور سواء كانوا أمهات أو عاملات في مجالات مختلفة أو رموز ونماذج ناجحة في مجالات شتى، ده كله بيأكد قد إيه مكانة المرأة في المجتمع. طبعا احنا اليوم مقسوم لقسمين، قسم شخصيات أثرت في المجتمع نسائية، يعني أثرت في المجتمع اتصلنا بيهم، وطبعا هم قدوا استعداد ان هم يجوا للنادي الأهلي. الشق الثاني هيبقى حفل بقيادة أحمد عادل، هتغني فيه الفنانة هالة رشدي. تنظيم بصراحة أكتر من رائع ما شاء الله، ولجنة المرأة يعني أنا كنت هشارك معهم قبل كده في حفلات، فدي يعتبر أول تجربة ليا، أنا مبسوطة جدا ومبسوطة باليوم، وإن شاء الله يعني دي حاجة في حد ذاتها تفرحني إن هم بيضعوا بقى للاحتفال بمرأة وإن احنا لينا دور دلوقتي، وإن شاء الله يعني الحفلة تبقى حلوة ونغني فيها وتستمتعوا بيها إن شاء الله. كل سنة وأنت طيبة، وأقول لها كل أدوارك مقدرة، كل أدوارك محل تقدير وعرفان من القيادة السياسية، مش مجرد بس من المواطنين، لا القيادة السياسية دائما بتعترف بدور المرأة، ويمكن سيادة الرئيس دائما سنويا في تقليد إن هو بيكرم المرأة المصرية ويعني بيخاطبها بعظيمات مصر وإن هي أيقونة النجاح وأيقونة العطاء، وهي حقيقي المرأة المصرية تاريخ طويل من العطاء والتضحيات سواء في الأسرة أو خارج الأسرة. بنشوف النماذج الناجحة والنماذج المشرفة، لأن احنا طبعا لجنة مرأة فأكيد لازم نكرم المرأة في اليوم ده. المرأة طبعا عاملة مجهود كبير في المجتمع وفي كل المجالات، يعني في مجالات كتير سواء مجالات ثقافية، مجالات اجتماعية، في البرلمان، يعني عاملين فرايتي كده من مجموعة النساء في المجتمع، وإن شاء الله هيبقى تكريم للمرأة في يومها، والحفلة علشان نكرم فيها كل الأمهات في النادي الأهلي وفي مصر كلها إن شاء الله. أنا شايفة إن في نماذج كتيرة قوي، يعني في مذيعات وفي صحفيين وفي أمهات لذوي الهمم الخاصة، يعني أنا شايفة بصراحة هم جابوا زي ما بيقولوا من كل بستان وردة،
فانا سعيده في ده، سعيده قوي بالاستقبال بجد، وقد ايه هم مريحينا. يعني يمكن لما كنتي بتروحي اي مكان ساعات يعني بتروحي ما حدش بيستقبلك، ما حدش بياخدك يوصلك لغايه القاعه او لغايه المكان اللي فيه الاحتفاليه، هنا لا، في تنظيم جامد قوي وفي تقدير وكل الناس بترحب بيكي. يعني انا يمكن مش عايزه امشي بجد والله، وما شاء الله وعمالة أسمع يعني حتى الغنى حتى الاحتفالية مختارين ناس أصواتها حلوة قوي، مختارين فرقة محترمة ومن الناس الشطار. يعني أنا مبسوطة والله، مبسوطة جداً.